أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة فاز سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وقفت على أبيات آل محمد، وقفت على أبيات آل محمد، فسكانها وحش وأكنافها صفر مدارسهم بعد الدروس دوارس وأعلامهم بعد القوام بها وأعلامهم بعد القوام بها كسر أنادي بها أربابها وحماتها، أنادي بها أربابها وحماتها، أهل لم تكونوا أم ألم بكم شر فلم أستمع منه مقالة قائل سوى الحال، أبدى ما يضيق به الصدر بلى نحن كنا بلى نحن كنا يا أهلها فبايدنا صروف الليالي واستمر بنا الضر ولم يبق إلا ذكرنا ورسومنا.
ولم يبق إلا ذكرنا ورسومنا وحزن إلى يوم النشور. له نجر فقلت على الدار العفايا بعد بعدي فقلت على الدار على الدار على الدار العفايا بعد بعدي بعد بعدي من فقد لذ عند الموت فقد لذ عند الموت وامتنع وامتنع الصبر وأعظمه مرز الحسين بكربلاء أيوا حسينا وأعظمه حسين بكربلاء يا فديجور حزني ليس فيه له فخر على لسانك يا زائري قل سأبكي عليهم ما حييت تحسرا اي والله سأبكي عليهم ما حييت تحسرا تحسرا بدمع غزير في الخدود له له خذ لك عبره بجوار الحسين يقول هنا يدور أهل المكارم والمجيد هم تعود أيامك الحلوة وترد أنا ويا اللي الشالة ولي الشالة عل جوين رحلا ولي شرط غير المدينة استبدلوا جاوبت يعني الدار جاوبت للطف مشوا يا مرحلة وامنيا انت قال من بعض الوفيات قالت قصيد كربلا وشد الرحال احنا بعد ما مش احد غير العيال الله يرحم هذه العبرات وهذه الأنين قالت قصيد كربلا وشد الرحال احنا بعد ما مش احد غير العيال يقول تحسر وجر ونت والدم يعسال وقال لي الشا وقال لي الشا لو عنيك بهذا البعيد هذه الديار الخالية هي التي تخاطبها زينب بلسان حالها يا تخاطب الدار وتخاطب الحسين تقل اخويا سجعاد الضعن سجعاد سجعاد الضعن بالضعن وحده وتركني فاجد الخوار
ابو علي خويا وتركني فاجد الخوان وحده يا سيدي يا ابن ام التهمن عليك شنية يا زينب قالت يا ابن امي يا ابن امي يا ابن امي التمن عليك وحده من طب للدار والقاها خليه يا من طب للدار والقاها والقاها قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال المولى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن إن شاء الله على ذلك من الشاهدين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من النبوآت التي وردت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله بخصوص آخر الزمان أنه قال صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه في الأثر أن من علامات المجتمع في آخر الزمان أنه لا يبقى في هذا المجتمع لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. هذه علامة وغيرها الكثير من العلامات والنبوآت التي وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو عن أهل بيته الكرام. النبوة بالحقيقة تتعلق بعلاقتنا مع القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم هذا الكتاب الكريم هذا الكتاب الذي صنع أمة وصنع أبطالا وصنع عظماء. فتتحدث عن علاقتنا مع هذا الكتاب الكريم. ما هي علاقتنا في القرآن الكريم مع القرآن الكريم؟ كيف تتأطر هذه العلاقة؟ ما هو واقع القرآن في حياتنا باعتبار النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما ورد عنه في كتاب الله الكريم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه النبوءة وهذا الخطاب عفوا هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم يتحدث عن علاقتنا مع القرآن. يعني المسألة ما متوقفة فقط في زمن النص إنه علاقة أولئك القوم الذين عاصروا النبي الأكرم والنبي يتحدث اتخذوا هذا القرآن مهجورا أبدا. المعادلة ممتدة في الزمان والمكان. فبالنتيجة أيها الكرام لابد أن نقف أنا وأنت نستغل هذه الليالي المباركة وهذا المكان المبارك نستغل هذه الدقائق علنا إنه نرجع إلى أنفسنا وإلى واقعنا حقيقة فنسأل سؤال إنه ما هو واقع القرآن في حياتنا. السؤال الإجابة عليه واضحة أن أغلب الأمة عموم الأمة إلى الآن بعد ما يقرب عن 14 قرن ونصف القرن من نزول القرآن الكريم تجد أن كثير من الناس إلى الآن لا يحسنون أن يقرأوا القرآن بصورة صحيحة من المسلمين من الذين يؤمنون ويعتقدون بسماوية القرآن وبقدسية القرآن وأن هذا القرآن هو الثقل الأكبر في وصية النبي الكريم. بالنتيجة
الإجابة على سؤالنا إنه ما هو أو ما هو ما هي واقعية القرآن في حياتنا، الإجابة واضحة للأسف، لكن ما هي الدواعي وما هي الدوافع التي جعلت علاقتنا بالقرآن بهكذا صورة حتى اختزل القرآن واختصر القرآن كما قلنا يختزل بأنه كتاب مثلا نفتتح به مراسيمنا، نقرأه على أمواتنا، القرآن يقرأ في المقابر، القرآن مثلا نسمعه في ختام الاحتفالات أو في بدء الاحتفالات، أو القرآن إنه يقرأ في شهر رمضان للبركة وللثواب، يختصر القرآن هذه الرسالة العظيمة التي جاءتنا من الله سبحانه وتعالى تختصر بهكذا أبعاد. من المؤسف حقيقة والمؤلم في نفس الوقت، مؤسف ومؤلم، مؤسف لماذا؟ لأنه رسالة السماء إلينا، يعني احنا نتحدث عن القرآن، نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن آخر رسالة وصلت من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، آخر رسالة وصلت، آخر كتاب سماوي نزل على الناس هو القرآن الكريم. لكن إذا جئنا أنا وأنت بعيد عن الخطاب الإنشائي والخطاب الوعظي، خلي نحلل المسألة، نحللها، ليش علاقتنا بالقرآن أصبحت هكذا؟ يعني القرآن لا يمثل مثلا نص فاعل في حياتنا، القرآن لا يمثل نص حقيقي فاعل في حياتنا، قيم القرآن، معادلات القرآن، أبعاد القرآن لا تجد لها مصادق على أرض الواقع إلا ما ندر في بعض الظروف وبعض الحالات النادرة جدا. ليش؟ خلي نحلل هذه الظاهرة. السبب أيها الكرام، واحد من الأسباب طبعا، يعني هي ظاهرة لها أسباب كثيرة، لكن من أهم الأسباب الذي بودي أن أتحدث عنه هذه الليلة، اللي هو أنه كثير من الناس يعتقد أن القرآن عصي عن الفهم. القرآن ماذا؟ عصي عن الفهم، يعني غير قابل للفهم. ما نقدر أنه نقرأ القرآن، كثير من الناس يقولون نقرأ القرآن ولا نفهم القرآن، نقرأ القرآن ولا نفهم القرآن. زين، المشكلة وين؟ المشكلة بالنص القرآني نفسه غير قابل للفهم. البعض يقول نعم النص القرآني نقرأه ولا نفهم منه شيئا، أو النص القرآني له من يفهمه فقط، يعني الأخصائيون المختصون فقط هم الذين يفهمون القرآن. ولذلك هذا الوعي، هذا الوعي تجاه القرآن الكريم سبب بحالة من البعد وحالة من القطيعة بيننا وبين القرآن، حالة من القطيعة بين ماذا؟ بيننا وبين القرآن. زين، إذا نرجع أنا وياك، خلي ذهنك يمي، هي دقائق معدودة ونحن في هذا المكان المبارك، خلي نخرج بثمرة بفائدة. جزاكم الله خير الجزاء، صلوا على محمد وآل محمد. فإذا رجعنا إلى القرآن، خلي نشوف، خلي نعرض هذا الوعي مالتنا، وعينا إنه القرآن نص غير قابل للفهم وغير قابل للتعاطي المعرفي. القرآن ماذا يقول عن ذلك؟ هل يؤيدنا القرآن؟ هل يقول أنا كتاب للأخصائيين فقط؟ هل أنا كتاب مثلا لأولئك الذين إنه يجلسون في بروجهم العاجية، النخب فقط؟ هل هو كتاب نخب فقط القرآن؟ لولا نرجع إلى القرآن الكريم، مثلا نجد بسم الله الرحمن الرحيم في سورة القمر أربع موارد، ذهنك يمه، أربع موارد في سورة القمر الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا حقيقة، وهذه الحقيقة الكثير من عندنا غافل عنها. ما هي الحقيقة في سورة القمر؟ أربع موارد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد ماذا؟ ولقد يسرنا القرآن، يعني القرآن ميسر. الله يخبرنا بأربعة مواضع في سورة القمر فقط، نفس هذه الآية تكرر وتعاد في سورة القمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هاي أربع مواضع، بسم الله الرحمن الرحيم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ماذا؟ ما تيسر من القرآن، ولقد يسرناه بلسانك أي النبي الأكرم. وبعد ترجع للقرآن الكريم تجد أنه وصف نفسه بأنه كتاب شنو؟ مبين، كتاب مبين، يعني عند قدرة على الإبانة، عند قدرة على ماذا؟ على الإبانة.
وصف آياته بأنهن آيات ماذا؟ آيات بينات، آيات بينات. إذن بالنتيجة القرآن أولاً يصف نفسه بأنه ميسر للذكر، القرآن يصف نفسه ويصف آياته بأنها، ويصف الآيات بأنها آيات بينات. بعد القرآن يقول أنا ميسر فاقرأوا ما تيسر من القرآن، بعد الأكثر من ذلك. إذا نرجع للقرآن الكريم أنا وياك الآن ونشوف خطابات القرآن، يعني القرآن يخاطب من؟ على مود نعرف، على مود أنا وأنت نعرف إذا القرآن يخاطب مجموعة من الناس، ثلة من الناس، مجموعة فقط، مجموعة معينة من الناس يخاطبهم القرآن، بالنتيجة إحنا نقول هاي المجموعة هي المخاطبة، إحنا ما لنا علاقة، إحنا شنو، أنا شنو علاقتي بالقرآن؟ أنا ما مخاطب، صحيح؟ يعني هي رسالة من الله سبحانه وتعالى، قلنا آخر رسالة إلى الناس هو القرآن. زين هذه الرسالة إذا ما تخاطبني أنا إلي علاقة بيها؟ ما إلي علاقة بيها، ما إلي علاقة، أنا غير مخاطب بهذه الرسالة. خل نرجع إلى خطابات القرآن ونشوف القرآن الكريم في خطاباته هل يخاطب مجموعة معينة من الناس؟ لو يخاطب كل الناس حقيقة الإجابة واضحة، طبعا الإجابة واضحة لكل من قرأ القرآن ولكل من سمع القرآن ولكل من اطلع على القرآن، أن القرآن مليء بخطابات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مثلا يا أيها الناس، الناس عموم لو خصوص، هاي المفردة تفيد العموم لو الخصوص باللغة العربية، العموم تفيد العموم، يا أيها الناس مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم، بني آدم أيضا مفردة، هذا المركب أيضا يفيد العموم ولا يفيد الخصوص، كل من ينتسب إلى بني آدم فهو مخاطب بالقرآن الكريم. بعد يا أيها الإنسان، القرآن يخاطب الإنسان، يخاطب الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا، أيضا خطاب عام، أيضا خطاب عام، واضح، يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الذين آمنوا القرآن الكريم. زين هنا قد يشكل مشكل، يقول إنه هل نقول أن القرآن بين ميسر مخاطب إنه كل إنسان يستطيع أن يفهم القرآن، كل إنسان يستطيع أن يتعاطى ويتعامل مع النص القرآني، لو أكو في القرآن آيات تحتاج إلى بعض التخصص؟ نقول أيها الكرام بالإجابة على هذا الإشكال، القرآن الكريم عدد آيات أشقد؟ عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية، 6236 آية. آيات التخصص اللي تحتاج تخصص، يعني مو أي إنسان يقدر يتعاطى مع هذه الآيات، تحتاج إلى تخصص من نوع ما، سميت بآيات الأحكام، سميت بماذا؟ بآيات الأحكام. آيات الأحكام إيش قد عددها؟ عدد آيات الأحكام إيش قد؟ عدد آيات الأحكام على أكبر قول، اختلفوا في عددها، اختلفوا الأخصائيون اختلفوا، لكن أكبر واحد قال إنه عدد آيات الأحكام كذا رقم، أكبر عدد 500 آية، منهم من قال 200، منهم من قال 300، منهم من قال إنه 400، لكن أكثر قول، أكثر عدد، أن آيات الأحكام هي عددها إيش قد؟ 500 آية. هاي تحتاج إلى تخصص، مثلا قضايا الفقه، مثلا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا أقيموا شفها من عند أنا مثلا، هذا يتناولها الأخصائي المختص، يتناول هل أفعال هذه دلالات فعل الأمر، دلالة صيغة الأمر، أكو فد شيء من التعقيد نوعا ما يستخرج من عند حكم شرعي. عدد آيات اشقد؟ 500 كما قلنا. اشقد بقى من القرآن؟ 6236، اطرح من عندها 500 تقريبا يطلع بال 5700 آية. هذه ال 5700 آية اللي هي مليئة بالقصص، مليئة بالعبر، مليئة بالأحكام، مليئة بالأخلاق، وهي الأهم، هذه من المسؤول عنها؟ من المسؤول عنها؟ من المخاطب بها؟ إذا أنا وياك اليوم شكلنا وعي تجاه النص القرآني أن القرآن مغلق على نفسه وعلى الأخصائيين فقط، القرآن أنا وأنت نقرأه للأجر والثواب فقط، إذا هذا وعينا تجاه القرآن، إذن كيف يصنع منا أمة هذا الكتاب؟ كيف يصنع منا أمة؟ كيف أنه نهتدي بهذا القرآن؟ آية البحث ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. زين إذا أنا ما عندي أي علاقة مع القرآن الكريم فكيف أهتدي؟
وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. ما هما يا رسول الله؟ أولا شنو قال؟ كتاب الله، ثم أهل بيتي. واعلموا أيها الكرام، اعلموا، افتح شوية قلبك لما سوف أقوله في هذه الجملة، اعلموا أن الطريق إلى آل محمد هو القرآن. صلوا على محمد وآل محمد. الطريق والاعتقاد والقول بإمامة آل محمد، الطريق هو القرآن. ولذلك الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن. من لم يعرف الحق منين؟ من القرآن. لم يتنكب الفتن، ما راح يتجاوز، سوف يقع في الفتن، سوف يقع في الفتن. إذن بالنتيجة أيها الكرام، إحنا ردينا على شنو الآن؟ ردينا على مدعى أن القرآن عصي على الفهم، أن القرآن نص يحتاج إلى مختصين. ردينا بالآيات نفسها، آيات القرآن الكريم التي تقول أن القرآن ميسر، وكذلك بينا أن بعض الآيات تحتاج إلى تخصص. بعض الآيات اللي تمثل نسبة 8% 8% من آيات القرآن الكريم، 92% هاي وين ألقاها؟ نعم، بعض الآيات تحتاج إلى تخصص. أضرب لك مثال، مثلا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: فمن أوفى بما عاهد عليه الله، فمن أوفى بما عاهد عليه الله. هذه قد إنه كثير من الناس الغير مختصين بعلم النحو مثلا، بدراسة علم اللغة عموما، ما يعرف النكتة العلمية من وراء أنه الله سبحانه وتعالى يستعمل في هذا الضمير الذي حقه الكسر في اللغة، حقه الكسر في يعني مشهور اللغة، لكن الله يستعمل الضم. ذهنك يمي؟ شنو الآية ماذا تقول؟ فمن أوفى بما عاهد عليه الله، ولم يقل عليه الله. الشائع باللغة، الكثير باللغة، المشهور باللغة العربية، أن الضمير، ضمير الهاء، إذا سبق بكسر أو ياء يجر، فتقول عليه ولا تقول عليه، فتقول به ولا تقول به. إذن لماذا الله سبحانه وتعالى يخالف ربما، أو يأتي بشيء مغاير، لا نقول يخالف، يأتي بشيء مغاير، يأتي بالضم بدل الكسر، بينما أنه مشهور العرب أنهم يكسرون في هذا الموضع. إذا ترجع للمختصين هسه، هاي القضية تحتاج ربما إلى تخصص، إلى متخصصين في اللغة على مود يبينون الأسرار. من هؤلاء المختصين دكتور فاضل السامرائي، رجل معروف، عالم نحوي معروف جليل، في كتابه بلاغة المفردة في القرآن الكريم يتناول هذا المورد: فمن أوفى بما عاهد عليه الله. يقول السبب، أولا يقول نحويا هذا جائز، نحويا جائز، يقول إنه المشهور أن الضمير يكسر إذا سبق بكسر أو بياء، لكن يقول لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز، تعرفون أن النحو هو لغات، لغة طي ولغة الحجاز ولغة قريش لغات. يقول لغة الحجاز، لغة أهل الحجاز، كانوا لا يكسرون الضمير إذا سبق بكسر أو ياء، بل يبقونه على حالة الضم في كل حالة. مثلا يقولون به ولا يقولون به، يقولون عليه ولا يقولون عليه، هذا مشهور عندهم. هذا يقول أولا. ثانيا يقول إذا رجعنا لنفس السياق القرآني، هذا وين شاهدنا على مدمانتي؟ شاهدنا أكو بعض اللفتات في القرآن تحتاج إلى تخصص، لكن مو كل القرآن، واضح؟ يقول إذا رجعنا إلى نفس الآية، نفس السياق القرآني، القرآن جاء يتحدث عن شيء ثقيل جدا، عن بيعة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. بعدين يقول إنه يأتي إلى الوفاء بالعهد: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ولم يقل عليه الله. يقول كأنما، يقول من الثوابت النحوية اللغوية أن أثقل الحركات في اللغة العربية هي الضم. الضم أثقل من الفتحة وأثقل من الكسرة. لماذا؟ لأن الضمة تحتاج إلى حركة الشفتين، الضمة حين تلفظ الضمة أو الواو تحتاج إلى حركة الشفتين، بينما بالكسر أو الفتح لا تحتاج إلى ذلك. فالضمة من أثقل الحركات في اللغة العربية صوتيا، يعني صوتيا من أثقل الحركات.
يقول فكأنما الله سبحانه وتعالى فكأنما الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الحركة الثقيلة لكي تناسب ثقل البيعة. في هذه البيعة بايعوا رسول الله على الموت دون الإسلام ودون الدين، يقول هذه بيعة ثقيلة جدا أكد عليها الله، قال إنما يبايعون الله، وهذا تأكيد لهذه البيعة. بعدين أكد بماذا؟ قال قال يد الله فوق أيديهم، وهذا تأكيد لثقل البيعة. فقال لما جاء إلى هذا المورد لم يأتي بالكسرة التي إذا جاء بها سوف يرقق اسم الله، فلا نقول نقول عليه الله ولا نقول الله. كثير من الناس يخطئون، لفظ الجلالة إذا سبق بالكسر يصبح الله مرقق ولا يصبح الله، نقول عليه الله ولا نقول عليه الله، غير صحيح. إذا سبق بياء مثلا نقول يهدي الله ولا نقول يهدي الله، يهدي الله. فيقول الدكتور فاضل السامة في كتابه يقول فالله سبحانه وتعالى كأنما جاء بأثقل الحركات لكي تناسب ثقل البيعة وثقل العهد. فقال فمن أوفى بما عاهد عليه الله في هذا المورد. هذه مثال بسيط جدا على أن بعض الآيات القرآنية، بعض الحقائق القرآنية تحتاج إلى تخصص لكن ليس عموم القرآن. هذا جانب. الجانب الآخر بعد الصلاة على محمد وآل محمد، الجانب الآخر الذي أيضا بدأ الآن ينتشر بين الناس قديما وحديثا، هو وعي ومسألة أنه نقول أن القرآن لا يفهمه ولا يفسره إلا المعصوم. هذا الوعي موجود، هذا الرأي موجود، هذه النظرة موجودة أنه لا يحق لغير المعصوم، الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله، لا يحق لغيره أن يفهم القرآن، أن يبين القرآن، أن يفسر القرآن، أن يتعاطى مع القرآن. وهذا الوعي وهذا الرأي ما جاي من فراغ، لا لا، جاي من روايات كثيرة عندنا. إذا ترجع إلى كتبنا إنه تجد كثير من الروايات تحصر فهم النص القرآني فقط بالمعصوم، تحصر النص فهم النص القرآني فقط بالمعصوم. مثل من هاي الروايات مثلا قال يا جابر ليس شيء أبعد عن عقول الرجال من تفسير القرآن، يعني أبعد شيء من فهم القرآن وتفسير القرآن أبعد ما يكون عن عقول الناس العاديين إلا المعصوم. الإمام الصادق أو الباقر عليه السلام يقول وإنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، مو فوع عند أي إنسان. فنشأ لدينا وعي، هذا الوعي شنو هو؟ أن لا يفهم القرآن إلا المعصوم، لا يتعاطى مع القرآن إلا المعصوم، لا يبين القرآن إلا المعصوم. فبالنتيجة أنا شنو علاقتي بالقرآن الكريم؟ أصبحت علاقة سطحية جدا، علاقة غير حقيقية، لا أستطيع أتعاطى مع القرآن، لا أستفيد من القرآن، لا أقرأ القرآن، وإن قرأت فإنني أقرأ للثواب. هذا الوعي موجود. الرد على هذا الرأي، الرد على هذا الرأي، طبعا مو ننكر الروايات، روايات بالعشرات، لكن نوجهها توجيها صحيحا، نوجهها بما يتناسب مع القرآن، بما يتناسب مع روح الإسلام. ذهني كم على مود أرد على هذا الإشكال، نوجهها أولا من خلال جواب نقضي وبعدين جواب حلي. الجواب النقضي أولا ماذا نقول؟ نقول أيها الكرام بسؤال، ما الذي أثبت لنا نحن كمسلمين اليوم، ما الذي أثبت لنا أن محمدا صلى الله عليه وآله أنه نبي؟ ما الدليل على نبوة محمد؟ خلي شوي نتجرد، صلوا على محمد وآل محمد. أنا الآن لو سألتك، أنت الآن مسلم تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، تصلي تصوم تحج تزكي إلى آخره، أنت مسلم، ما الدليل على نبوة محمد؟ ما هو الدليل؟ هل سألت نفسك يوما ما الدليل على صدق هذا النبي؟ نبي يدعي يقول أنا نبي. وهاي المسألة مسألة بالأصول، أصول العقائد، هذه أصول الدين، مو حدنا عندنا الدين أصول وفروع. الأصول شنو من ميزاتها؟ من ميزات الأصول أنه لا يجوز فيها التقليد، يعني ما تقول أنا أقلد مثلا فلان في العقيدة، لا يجوز ذلك. العقيدة المفروضة أنت وربك، أنت وربك. فما الدليل على نبوة هذا الرجل الذي يقول أنا نبي؟ الدليل عليه أيها الكرام القرآن، القرآن هو الذي دل على نبوة النبي الأكرم، لأنه كتاب معجز، كتاب معجز تحدى الإنس والجن على مدار 14 قرن 1440 تقريبا 44 45 سنة
يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ائتوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا التحدي الإعجازي وعجز كل الناس، كل البلغاء والشعراء والكتاب على مر العصور أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا دليل على النبوة. زين، هذا شنو علاقتنا ببحثنا؟ شنو علاقته ببحثنا؟ على مود احنا قلنا جواب نقضي هذا، شنو علاقته؟ علاقته إذا كان القرآن لا يفهمه إلا المعصوم ولا يتعاطى معه إلا المعصوم، فكيف يحتج الله سبحانه وتعالى علي به وأنا لا أستطيع أن أفهمه؟ واضح إن شاء الله الجواب؟ واضح إن شاء الله، لأن أنا باكر غدا إذا الله سبحانه وتعالى احتج علي قال لماذا لم تؤمن بنبوة محمد، أقول له أنت أرسلت كتاب وهذا الكتاب أنا ما أقدر أفهمه، فكيف تحتج بإعجاز القرآن علي وأنا ليس لدي القدرة على فهم القرآن؟ واضح إن شاء الله الجواب. إذن بالنتيجة أكو مستوى معين أنا وياك نفهمه على مود نفهم الإعجاز القرآني، على مود يكون حجة علي وعليك، على مود أصدق بنبوة محمد، وإلا بالنتيجة ينتفي الغرض نهائيا، ينتفي الغرض. هذا جواب واحد. الجواب الآخر، الجواب الحلي وليس النقضي، على مدعى ماذا؟ أن القرآن لا يفهمه إلا المعصوم. الوقت أدركنا للأسف، سوف أختصر المقال. الجواب الآخر، إذا نرجع إلى روايات آل محمد، إلى روايات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كثير من الروايات تدفعنا إلى تأمل القرآن وإلى فهم القرآن وإلى العمل بالقرآن. مثل إيش مثلا؟ رواية واحدة أو روايتين عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال أيها الناس اعلموا أن هذا القرآن الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وأن هذا القرآن ماحل مصدق. هاي رواية واحدة. الرواية الثانية، إذا تتذكرون شهر رمضان من تنقرأ وصية أمير المؤمنين، وصية أمير المؤمنين، مو نقرأها كل سنة نقرأ وصيته، جزء وفقرة من فقرات الوصية ما هي؟ ما هي؟ الله الله بماذا؟ بالقرآن لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. القرآن بعد أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول لا خير في قراءة لا تأمل فيها أو لا تدبر فيها. أنا أقرأ بدون تدبر، أكو قيمة لهذه القراءة؟ ماكو قيمة. إذن القرآن بمستوى مستويات الفهم. الرواية الأخيرة التي أختم بها بحثي لأن الوقت أدركني، نقول نجمل الرد على هذا الرأي، نقول نعم أن هنالك مستويات لفهم النص القرآني، مستويات ذهنك يم، الخلاصة هاي، هاي الخلاصة ذهنك يم، مستويات لفهم النص القرآني. هذه المستويات أيضا ذكرها لنا المعصوم برواية. ما هي الرواية؟ قال عن الصادق عليه السلام قال نزل القرآن على أربع. شنو أربع؟ يعني أربع مستويات من الفهم، يعني هذا نص بطبقات من الفهم، بطبقات من الدلالات. قال نزل القرآن على أربع، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. إذن كم مستوى بالنص القرآني؟ أربع مستويات، على العبارة المستوى الأول، والإشارة مستوى ثاني، واللطائف مستوى ثالث، والحقائق مستوى رابع. قال فأما العبارة فللعوام. أنا وأنت أكو مستوى من النص القرآني قابل للفهم، يعني مثلا من أنا وياك نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما عندي فرد مفهوم معين يتشكل من هاي الآية؟ عندي مفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، يتشكل عندي مفهوم وما يتشكل؟ يتشكل عندي مفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يتشكل عندي مفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا، يتشكل مفهوم ودلالة لولا؟ يتشكل. إذن أكو مستوى من مستويات الفهم في النص القرآني، هذا علما للعوام اللي هو سماه المعصوم مستوى العبارة، فأما العبارة فللعوام. مستويات أعمق موجودة. نعم أضرب لك مثال مستويات أعمق. مثلا تقرأ في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم، ذهنك إن قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه الآية مرة أنا أتعامل وياها على مستوى العبارة اللي هو المستوى الأول. مستوى العبارة دلالاتها شنو؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، الغور يعني بعيد الطلب، غار في باطن الأرض
الآن نفترض أنا وأنت كل البحار وكل البحيرات وكل الأنهار تغور في باطن الأرض إلى مثلا فرد 3000 متر، يعني 3 كيلومتر تحت مستوى سطح الأرض، نقدر أنا وياك نجيب هذا الماء؟ ما نقدر. إذا نزل 4000 متر، إذا نزل 5000 متر غورا بعيد، يقول بعيد القرآن بعيد ينزل، أنا وياك عندنا قدرة نجيب هذا الماء؟ ما عندنا قدرة، فنهلك من العطش. فهذه نعمة من نعم الله أن جعل الماء في متناول أيدينا، يسير الطلب، يسير في الأنهار ويسير في البحيرات، وإذا تحفر في باطن الأرض أمتار بسيطة وتصل إلى الماء. هاي دلالة. أكو دلالة أعمق، دلالة أعمق، قلنا هذا شنو هذا العبارة، الدلالة الأعمق لها أهلها، نعم المعصوم هو الذي يفهمها، أنا ما نقدر نفهمها. صلوا على محمد وآل محمد. الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه لما يمر بهذه الآية المباركة نفسها، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، الإمام الباقر بني يمر بهذه الآية يقول أكو دلالة أعمق من دلالة العبارة. ما هي الدلالة يا ابن رسول الله؟ قال قل أرأيتم إن غاب عنكم إمامكم فأصبحتم بلا إمام يرى فمن يأتيكم بحلال الله وحرامه. هذا تشبيه عميق جدا، وتشبيه وفق النص القرآني. الآن مو وقت، مو الوقت أنه نبين هذا التشبيه شلون صار، أنه شلون صار تشبيه الماء بالإمام، شلون صار تشبيه، وما هي علاقة الإمام بالماء من حيث الدلالة الرمزية في القرآن في النص القرآني، هذا بحث معمق. لكن نقول المعصوم من إجت ناول هاي الآية مرة بالدلالة، دلالة العبارة، ومرة لا والله أكو بعد أعمق بكثير. ولذلك أيها الكرام خلاصة القول، خلاصة القول أنه إحنا مطالبين أنا وأنت أن نتعامل مع القرآن كما تعامل معه أهل البيت، أن نحتك بالقرآن، أن نعمق فهما، أن نعمق علاقة مع النص القرآني، لأنه الباب إلى آل محمد، الباب إلى الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، يهدي للتي هي أقوم. ولذلك أنت إذا ترجع إلى سلوك وسيرة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، حتى أنه حتى الخدم في بيوت أهل البيت يربونهم على وعي القرآن الكريم، على وعي القرآن، مو العلماء من مدرسة أهل البيت، لا لا، حتى أنه الخدم البسطاء اللي يعملون في خدمة الدور في دور أهل البيت يعلمونهم على الوعي القرآني. أضرب لك حادثة حدثت مع الإمام زين العابدين عليه السلام. يقول يوم من الأيام أراد أن يغسل وعنده غلام خادم، هذا الغلام يقول جاء بالإناء، الإناء ثقيل من المعدن وقع على الإمام فشج رأسه. يقول الإمام أغضب غضب من هذا الفعل، التفت إلى هذا الخادم، يقول الخادم يعرف بأي لغة، الخادم يعرف بأي لغة يتحدث مع الإمام، قال سيدي والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. احنا تشوف خلي ذهنك وين، هذا خادم، رجل خادم، وشوف الوعي القرآني، قال والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله. هذه الرواية مرة نتوقف عندها نتأمل أنه حتى على مستوى الخدم في بيوت آل محمد هم عندهم وعي قرآني، فكيف بشيعتهم وبأتباعهم وبأوليائهم المفروض يشكلون وعي، لأن حركة أهل البيت هي تجسيد للقرآن. الحسين عليه السلام إذا تتأمل حركته من ألفها إلى يائها ما هي إلا تجسيد عملي للقرآن، كل القيم القرآنية أتى بها الحسين. واحدة من هذه القيم الرفيعة التي أحياها أبو عبد الله سلام الله تعالى عليه هي مسألة أن قيمة الإنسان أكبر من مسألة الفوارق العرقية والطبقية والقومية ومسألة اللون، وهذه الفوارق اللي أنا وياك نصنعها اللي هي فوارق وهمية، فوارق من ورق ما إلها أي قيمة. الإنسان هو صاحب القيمة العليا في القرآن الكريم، كرمنا بني آدم. الحسين سلام الله تعالى عليه ونحن بجوار قبره، الحسين جسد هذا المبدأ أروع ما يكون. وين جسده؟ جسده تجد في جيش الحسين، تجد في جيش الحسين كثير من الناس لم يكونوا من العرب، ما كانوا عربا، تجد أنه ناس من النصارى، تجد ناس كانوا عندهم خلاف مع الحسين،
يعني بتعبيرنا اليوم ربما ونعتذر من التعبير، نقول إنه فيه شيء من النصب نوعا ما. وين من زهير؟ زهير بن القين، احنا مو نقرأ سيرة زهير بن القين اللي هو من أعظم أصحاب الحسين، هو قبل أن يكون من أعظم أصحاب الحسين يقول كان عثماني الهوى. يعني شنو عثماني الهوى؟ يعني يرى أو يتهم عليا وآل علي بمقتل عثمان، يعني عدة فرد موقف. ولذلك اللي ينقلون سيرة زهير يقولون ما كان يحب يلتقي بالحسين على طول الطريق من مكة إلى العراق، زهير ما كان يحب يلتقي بالحسين إلى أن بعث إليه الحسين عليه السلام وجلس معه، ثم نقل رحله زهير والتحق بالحسين عليه السلام، ثم يقف بين يدي الحسين، ذلك الموقف العظيم. إذن الحسين سلام الله تعالى عليه وحركة الحسين جمعت كل الألوان وكل الأطياف، لم تقتصر على عرقية واحدة ولا قومية ولا على لغة ولا على دين. نعم نصراني، وهب النصراني هذا الشاب اللي حديث الزواج كان قبل أيضا التحق بالحسين، وفق كرامة يطول إنه ذكرها، ما عندنا وقت نذكر هذه الكرامة، لكن هذا شاب وهب وهو نصراني آمن بالحسين والتحق بالحسين عليه السلام، يوم العاشر طلع يقاتل بين يدي الحسين، أمة دفعة إلى القتال، بني اذهب وقاتل بين الطيبين أولاد الطيبين. يقول طلع وهب وصار في خاطري أذكر هذه القصة، قصة هذا الشاب النصراني، خلنا نذكره في هذه الليلة. يقول طلع وهب تعلقت به زوجته، زوجها وشابه وهي شابة وحديثي زواج، قالت له بالله عليك لا تفجعني بنفسك. يقول تركها ومشى إلى القوم، جعل يقاتل إلى أن يلتفت يسمع الصوت من وراء وهب قاتل دون الطيبين، يلتفت وإذا بها زوجته، الله أكبر، أمة الله، التفت لها، الآن قبل لحظة قبل ساعة كنت تمنعينني من القتال، ما الذي جرى؟ قالت يا وهب لا تلمني، فإن واعية الحسين قد كسرت قلبي. قال لها ما الذي جرى؟ ماذا سمعت وماذا رأيت؟ قالت يا وهاب لما خرجت إلى القتال خرجت خلفك، نظرت إلى الخيام وإذا بي أرى الحسين جالسا في باب خيمته متكيا على سيفه وهو ينادي قلة ناصرا أيوا إماما وحسينا. يقل عزايا عجلت من عيني صوتك بالحرب زيد ونيني، أنا أشوف فلج أشوف فلج جيات تود تشجعيني. تقل له وهاب تقل له لا تقل له لا تلوم القلب لوهم، تقل له لا تلوم القلب لوهم، يحق لحسين تدري دموع ندم. أنا أبو السجاد شفت باب الخيام ينادي ولا بقى لبكى يا ابكى يا رب العين. وفعلا قاتل وهب بين يدي الحسين إلى أن وقع صريعا يا هذا موقف لأبي عبد الله. والموقف الآخر يقول جعل ينظر يمينا شمالا لا يرى من أصحابه وأهل بيته إلا من صافحت ترايا يا أبا جبينه، ومن قضى الحمام أنينا جعل ينادي يا أبطال الصفايا
هنا الحسين في هذا المكان جعل يلتفت يمين وشمال، وين انت جالس يا زاير؟ امامك الحسين كان واقف ينادي امام الناصر ينصرنا، امام المعين يعيننا، امام ذاب يذب عنا. يا نادى يا ابطال الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي اناديكم فلا تجيبوا، وادعوكم يوم فلا تسمعون. يا حبيب ابن مظاهر ويا مسلم ابن عوسجة ويا فلان ويا فلان، يقول تعال حسين وشب المعارة بالمعارة بالمعارة، لقاها مطرحة ودمى تجارة، والله تجارة. شو الحسين يا بيقول صفق بيده وتلحف على يا على مصارى. الشاعر خوش يلتفت رحمة الله على روح ابن نصار، يلتفت يقول بهاي الحالة الحسين كأنما عنده أمنية، هل أبيات وسألك الدعاء، يقول الحسين كأنما عنده أمنية. شنو أمنية الحسين؟ نادى يصير النايب دحر بيكم يعود، ورد أشيل بيكم راس يردو يا وابا، وترد جفوف بفاضل للزنوب يا حوتت لا يا مردود جرايا يا جرايا حلك ما يا احبايا، لو غير الحمام اصابكم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، يا من لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. رب صل على محمد وآل محمد، اجعلنا من عبادك ومن أوليائك ربنا، واجعل لنا نورا ربنا، لا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا. نسألك اللهم حسن العاقبة بحق محمد وآل محمد. اللهم الحاضرين السامعين لا سيما من أوصاني بالدعاء، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضاهم، من عليهم بعطائك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتاكم موتى السامعين الحاضرين، وبالخصوص إلى أرواح موتى مقيمي هذا المأتم العاملين عليه، رحم الله من أهدى للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.